إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني سنويا في أوساط الشرطة وتحت رعاية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم، والذي سيتم تطبيقه على 3 مراحل. في هذا الصدد تدعو مديرية الصحة ونشاط اجتماعي ورياضات للأمن الوطني جميع مستخدمي الأمن الوطني إلى التقرب من المواقع المخصصة في هذا الشأن لحقن الدم على مستوى مواقع مقرات الشرطة للتبرع بدمهم لفائدة المرضى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من هذه العملية المبرمجة لسنة 2018. الأمن الوطني ورأسها اللواء سيد عبد الهادي هامل اللي ولفونا بكل مناسبة هاو يتبرعوا بدمه، ان اللي نعرفوا بلي الشرطي مش مديور كي باش يحسب ينحينا البرمي دو كوندوير، بل هو يتبرع بدمه لانقاذ اخوانه. الشكر والتقدير الى كل متبرعين متطوعين بال هذا افيك بور سو جيست نوبل نبيل بيان سور، وتشجيع المواطنين الجزائريين للتبرع بالدم. تحتفل المديرية العامة للأمن الوطني تحت رعاية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على غرار الدول المغاربية باليوم المغاربي للتبرع بالدم، وهذا بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم. الحملة تعتبر المرحلة التاسعة منذ سنة 2010.